معكم فاطمة الزروالي، ممرضة مسؤولة عن مصلحة العزل الطبي كوفيد 19 الوحدة الأولى. الحمد لله الحالة ديال المرضى مستشفى سيرة الرمل مستقرة، هناك حالات أخرى تتمثل للشفاء، وهذا إن دل على شيء إنما يدل عن الجهود الجبارة التي تقوم بها الأطر التمريضية بجانب الأطر الطبية وكل عاملة في المستشفى من أجل السهل على راحة المرضى والعمل على شفاء آخر مريض إن شاء الله. كنزيدوا نطالبوا من ساكنة سيطوان باش يزيدوا يلتزموا بالشروط الحجر الصحي باش ندوزوا إن شاء الله رمضان مع عائلتنا والعشرة هما ماجيين، وعافاكم عاونونا بحال دائما باش تبقى في الديور ديالكم، وشكرا لكم. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.